بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المتابعون مشاهدين الأعزاء في كل مكان، ينطلق هذا الشوط التاسع ضمن أشواطنا العامة في هذه الفترة. وهذا هو شوط خاص بالإبكار واندفاع هذه الأسماء المنطلقة والمندفعة في هذا الشوط. أتابع ما يدور في المقدمة عند المراكز الخمسة الأولى، وهذه اللي تحتل الصدارة والمركز الأول. المركز الأول رقم 22 هذه الشهنية، صالح بن حمد بن جابر العاضل مري على المركز الأول. المركز الثاني حدث لعبد الله بن علي بن راشد الجابر المري مع المركز الثاني رقم 8 تحتل المركز الثالث، وهذه يوازي خلفان بن احمد بن محمد بن بطي القبيسي. والمركز الرابع، المركز الرابع الشايقه سعيد بن عبيد بن قطيان المري على المركز الرابع. المركز الخامس هذه كرم جابر بن راشد بن محمد الخيارين الهاجري. هذه الأسماء الخمسة إخوان المتابعين، أسماؤنا الخمسة المنطلقة والمندفعة في هذا الشوط الخاص بالإبكار. وهذا هو الشوط الذي تتواجد فيه الأسماء المميزة. هناك في هذا الشوط أسماء أراها تتواجد بعد المراكز الخمسة، تأتي في الكيلومتر الأخير، أعدكم بها في الكيلومتر الأخير. أعود إلى المقدمة. طبعا المراكز الخمسة الأولى هي المصرح لنا بإعلانها، وهذه اللي تحتل المركز الأول. أحد الأسماء المرشحة الشهنية جاء صالح بن حمد بن جابر العاضل المري، يرشحها الكريبي. هذه اللي بالمركز الأول قال لي برشحها، قلنا لا توكل على الله. هذه اللي بالمركز الأول، وحدث بالمركز الثاني تتدخل عبد الله بن علي بن راشد الجابر المري شعار بن جهيم وممثل أهالي يبرين على المركز الثاني. انطلق وهنا تدخل وانطلاق كرم على المركز الأول، على المركز الأول. كرم على المركز الأول، انطلقت لجابر بن راشد بن محمد الخيارين الهاجري، غيرت إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى مقدمة هذا الشوط. هذه بكادر الفوقاني عبر شاشة قناة البدع، تنطلق بالمركز الأول في الصدارة في المركز الأول، تبحث عن الناموس. شكلها جميل، أداها أجمل، انطلاقتها مميزة. المركز الثاني، المركز الثاني حدث لعبد الله بن علي بن راشد الجابر المري مع المركز الثاني. أحد الأسماء المنطلقة والمندفعة وأحد الأسماء القوية المشاركة في هذا الشوط، قادمة من يبرين، ممثل يبرين بهذا الشعار الجميل، ينطلق بالمركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث الشهنية تحتل المركز الثالث. هنا صالح بن حمد بن جابر العاضل المري ممثل الشحنية ينطلق بالمركز الثالث والمركز الرابع. من الجانب الآخر هذه الظبي محمد بن جعفر بن مرخان الكتبي، أحد ضيوفنا من الإمارات من المرموم، قادم للمشاركة. المركز الخامس رقم 16 هذه مادة الزعفران على رأسها، شوفوها رقم 16. ملغوثة مسلم بالرملي بن محمد العامري كما هي مدونة عنه، ديروا بالكم منها، ديروا بالكم منها اللي بالمركز الخامس على خامس المراكز. نعود إلى المركز الأول، إلى شعار الخيارين، هناك إلى شعار الخيارين على المركز الأول وعلى الصدارة، على المركز الأول والصدارة. يا سلام، اللي وحدها لوحدها لوحدها عند لوحة ال 1500 متر عن خط النهاية ينطلق بالمركز الأول. على المركز الأول والصدارة هذه كرم، كرم كرم كرم
جابر بن راشد بن محمد الخيارين الهاجري مع المركز الأول وفي صدارة الشوط، في صدارة الشوط المركز الثاني. هذه خطيرة يا شنام، شوف المركز الثاني، هذه خطيرة خطيرة خطيرة. اللي هي حدث عبد الله بن علي بن راشد الجابر المعني مع المركز الثاني تنطلق، والمركز الثالث هذا الشعار العاض على المركز الثالث ينطلق مع الشهنية صالح بن حمد بن جابر العاض المري. ومن الجانب الآخر وصول ملامة سعيد بن جعفر بن سهيل بن مرخان الاكتبي، وفي المركز الرابع والمركز الخامس، المركز الخامس تصل في هذه اللحظة إنجاز حمد بن سالم بن علي بن جهويل النابت. خلاص انتهينا يا محمد يا ابو مريك من نداء المراكز الخمسة لنعود إلى المركز الأول. يا سلام، هذه كرم، هذه كرم، هذه كرم اللحظات الأخيرة وكرم. وعلى المركز الأول كرم جابر بن راشد بن محمد الخيارين الهاجري مع المقدمة، مع المقدمة، مع المقدمة، مع الصدارة اللحظات الأخيرة. 400 متر وهنيك الناموس، 400 متر، لكن الموقف خطير، الموقف خطير. هذه ملامة أحد ضيوفنا من الإمارات سعيد بن جعفر بن سهيل بن مرخان، وقلت لكم حدث هلي يبرين، هلي يبرين، قلت لكم خطيرة، قلت لك يا شنار خطيرة. هذه حدث عبد الله بن علي بن راشد الجابر المري، هلي يبرين، هلي يبرين. يا سلام، أسعد الله مساكم بالناموس والانتصار يا هلي يبرين. تهانينا والناموس لمالك حدث عبد الله بن علي بن راشد الجابر المري على فوز حدث بالمركز الأول. تهانينا والناموس. ملامة احتلت المركز الثاني سعيد بن جعفر بن سهيل بن مرخان الاكتبي، والمركز الثالث، المركز الثالث ملغوثة مسلم بن رمني بن محمد العامري، والمركز الرابع إنجاز حمد بن سالم بن علي بن جهويل النابت، المركز الخامس الشهرية صالح بن حمد بن جابر العاض المري. تهانينا والناموس لمالك حدث. 7 دقائق 58 ثانية 62 جزء من الثانية. هذه حدث، أهني بن جهيم على هذا الفوز، أهنيك يا بن جهيم. عبد الله بن علي بن راشد الجابر المري، تهنئة لي يبرين على فوز حدث بالمركز الأول. هذه اللي بالمركز الثاني 7 دقائق وثمانية وخمسين ثانية 92 جزء من الثانية. ملامة سعيد بن جعفر بن سهيل بن مرخان الاكتبي، تهانينا والناموس. وهذه اللي وصلت بالمركز الثالث 8 دقائق بدون ثواني 72 جزء من الثانية، يعني 8-0 72 جزء من الثانية. هذه ملغوثة مسلم بن رملي بن محمد العامري، تهانينا والناموس لكل